نشكرش راكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. صافي لندن ما بين، صافي لندن ما حطيت دي فيديو هنا في اليوتيوب. لا غالب رمضان راكم تعرفوا الجري وشغل وصلاه وجامع اكسيتيرات، ما الله غالب على بيها مانيش مبان. وليامات راهم يجروا، راهم يجروا تم 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 تم. رمضان كيفاش جاز والله العظيم حسيت له حتى البارح قعدت نحسب، قلت له ماما قلت لها ياه ديجا جوزنا 17 يوم، ديجا جوزنا 17 يوم وي تاهو راهو يجري. غير لي ما اختنمش فيه قرايه القران، لي ما صلاش، لي والله كيفاش راهو يجري. الحمد لله ان شاء الله ربي يتقبل هذا ما كان. المهم دونك جيت تكون فيديو جديده لا روتين تاعي كيفاش نجوزها في رمضان. دونك اول حاجه انا كي نوض نوض ديريكتومون، نوض نصلي الفجر باسكو نوض نصلي الظهر نصلي الظهر باسكو نوض مع الظهر من داك من داك مور الظهر ما نكذبش من داك والله ما نفطن. نتمنى نوض ديريكتومون نصلي الظهر ومن بعد نقرا شويه قران اذا كان عندي الوقت نقرا، ما كاش عندي الوقت ندخل ديريكتومون للكوزينه وهذه هي. دونك كيما دركا دونك صليت الظهر تاعي كملتو ان شاء الله ربي يتقبل، قريت شويه قران وراني رايحه للكوزينه نطيب ونبارطاجي معكم واش راح نطيب. فوالا المينيو تاع اليوم راح يكون شوربه فيرميسال، اني بينو بين شوربه ولا حريره والله ما على بالي. دونك شوربه فيرميسال نورمالمون ومرقز مقلي فيون داشي و سكالوب ماريني تاع نيت شويه في البانينوز لي فخيت سلطه وشنو تاني يا ربي والله ما على بالي. ماما اسكو حد يدير بيتزا ولا حد يدير والله ما على بالي اكزاكتومون. دوك نروح نفقسيها واش راح دير. كيما البوراك اليوم ما كاش، قلت لها خلاص قلت لها كرهنا البوراك شهر رمضان كومبلي وحنا غير البوراك خلاص ممسيك والله غنديرو بوراك معاه بيتزا. مي اليوم قلت لها حبسي باسكو ديجا البارح درنا 3 حبات والله غير قعدت حبه، درنا 3 حبات وقعدت حبه باسكو عصو السماط. قلت لها خلينا نتوحشو شويه هادي هي فوالا. دونك نخليكم تشوفوا واش راح نطيبو كامل. لما نروح حبيت نوريكم هذا طقم الصالات، لا كاليتي تاعو بزاف شابه قماشو بزاف الشباب جاي تاع الشاش واقيلا يعطولو هكا ستيل. هذا انا جامي شفتو هذا بعبر لاول مره وبزاف الشباب لي بري تاعهم فريمون ريزونابل وبزاف الشباب. هادو ما تخيطهم عمتي وما نكذبش عليكم لا فينيسيون تاع عمتي ما شاء الله تخيط بيان وصافي دي زاني وهي تخيط ما فريمون اونسيان فهاد لو ميتي. دونك عندها بليزيور كولور، عندها هاد في الروج، عندها في الفير، عندها في البلو، عندها قيلها في الغوز، في الجون امبريمي تلقى فيه دي فلور، عندها بليزيور كولور. دونك عادي هي اللي حبت تكوموندي عليها تخدم لكم سيغ كوموند وكاين اللي واجدين. دونك كاين زعما وحده تكون سمينه بزاف تحب شغل دير لها عريض يا با بروبليم تقول لها زعما ابي بري هكاك شحال تلبس تعرض لها. اذا كانت وحده طويله وحده قصيره تما تخدم لكم تاني سيغ كوموند وتخدم قلت لكم دي افيك دي بري فريمون فريمون ريزون بزاف هايلين ولا كاليتي بزاف شابه وما تندموش عليها. فوالا دونك اللي حبت تخيط عندها ولا تبعث لي في الانستغرام ذا وورلد اوف اف 07 وانا نكونتاكتيها ونقول لها و اي فوالا هذه هي. دونك نروح ديريكتوم الكوزينه يلا تروحوا معايا. فوالا جينا دوكا للكوزينه نروح ديريكتومون راح نطيب. دونك راح نطيب شوربه فيرميسال راح نبارطاجي معكم لا غوسيت كيفاش نديرها ميم سي كو بارطاجيتها بليزيوغ فوا في الانستغرام فهنا في اليوتيوب وكامل. مي الله غالب هذا هو المينيو تاع اليوم. دونك غندير شوربه دونك قلت نبارطاجيها معكم اللي مازال ما شافوهاش يعاودو يشوفوها في هاد لافيديو. دونك اول حاجه نبدا بها هي نرجع لمون بلايص هوم وهادو مالهم مسخين نضربهم في الماشينة. البارح الماشينة غسلت فوالا دوك ندخل هادو مالهم نصطفهم كاع في البلايص هوم وهادو ندخلهم لداخل باش البوطاجي يفرى. قبل ما ننسى حبيت نبارطاجي معاكم هذا الفيديو اللي كنت خيطتو انا. شوفو شحال شباب بزاف شباب لاكاليتي تاعو بزاف شابة والبخي تاعو فريمون ماشي غالي 40000 للمتر
شينا في بالجراح كان واحد حاط في الروح ما باليش اسكو تلقاو ديسبونيبل على لا باسكو شينا قبل رمضان بزاف شباب لا كاليتي تاعو بزاف شابة والو وهادو مالي لوستر هدايا و هدايا لي هنايا هادو ما تانيت شيناهم الكبار راني ديجا بارطاجيت معكم في الانستغرام من عند شيناهم شيناهم من عند ديكو اند لوستر نورمالمون هكاك دوك تلقاو رابط الصفحة تاعو تحت في البيو دونك هادي هي الوغ نروح ندي براسي هنايا المعن و نبلاصي هادوما واخيرا راني كملت في يومي تكال المعن شفت المعن مسخين هنايا و المعن مبليين خبيتهم في بلايصهم دونك نروحو ديراكتومون للشوربة راح نوجد شباب عميسان واش نحتاج فيها نحتاجو فيها بصل طماطيش وزودية لي زيبيس نحتاجو سكنجبير كركم فلفلة حمرا قرفة قصبر ملحي إذا عندكم إذا ما عندكمش تقدرو تستغناو عليه راس الحانوت إذا عندكم تاني إذا ما عندكمش تقدرو تستغناو عليه والحاجة المهمة في شوربة هي الكروية وال القصبر النعناع فوالا هادو هما لي نحتاجوهم والملح وشويه زيت فوالا وفي الفلفل الاسود الحار وما نجيبوش جوست على لوغو تاع الدجاج فوالا نروحو نبداوها ديريكتومون انا درت الكوكوطه تاعي درت زروديه طماطيش بصل درت حبه لفت وزيت انا بغيت دوك ندير قرفة عود هايديك شوف زرودية نكتر منها بزاف هي وطماطيش نكتر منهم بزاف باسكو الشوربة كيما نقولو تبغي الزرودية بزاف دونك ندير الملح عينكم يا ميزانكم انا ما نكترش الملح ما نكذبش عليكم نخاف منه دونك عندي قرفة عود هناك عندي تاني فلفلة حمرا فلفلة عكري يعني اللي ما عندهاش تقدري ما ديريهش شوفوا السر تاع الشوربه باش تجيكم بنينه هو الكرويه والقصبر القصبر لازم يكون شباب ومزرع دوك نوريكم كيفاش بون سكنجبير راس الحانوت شويه برك شي حاجه شويه برك كركم تاني شويه شي حاجه كبيره هكا شويه برك والقزبر ملحي تاني نديرو كونتيتي شي بزاف وماشي شويه نورمال دونك الكرويه ولا نزيدو فلفل الكحل قبل ما ننسى شوفوا راه مرحي راه شوفوا هاد الرحايه جبناها معنا من الطرق ترحي شي كاربيان شوف بدل ما فلفل الكحل الحب ترحي لكم شي كاربيان شوف باش اسكو تبان لكم ولا لا المهم درنا تاني فلفل الكحل دونك كيما قلت لكم كرويه والماجيكو هادوما يقعدو هما اللي خايب تما كي طيب ونطحنو كامل باش نديروهم دوكا نديرو القزبر نجبد القزبر من الكونجيلاتور باسكو حنا القزبر نجيبوه معنا من وهران ونكونجليوه باسكو القزبر تاع وهران هو الميور انا بوغ مو هو الميور تاع الجي شغل كي مش عارفه ماشي كيف كيف وكي تشموه تشمو فيه شربه فريك بصح القزبر تاع وهران تشمو فيه الحليله وتشمو فيه الشربه وتشمو فيه شربه فرميسال ونزيدو طماطيش تاع الباطا تاع القوطي فوالا الوغ هاودا القصبر صراحة و لا ديفيرونس بيناتهم تلقاوه شغل فيه الورد شي كيف كيف دونك ندير كونتيتي هاكا شوية نديروها في الحلة و من بعد نملقو و نديروها طيب دي مينوت قبل ما ننسى طماطيش تاع القوطي هكا
زدت لها شويه دونك نديرها تتقلى ومن بعد نديرها 10 مينوت طيب. بالنسبه للحمص اللي بغى يدير الحمص باش ما يتزربع لكمش ديروه في ساشي وتقبوه بالكيوردون ودخلوه للداخل. واللي ما يحبوش يديروا الحمص ما يديروش، انا مانيش حابه ندير الحمص دونك ما حش نديرو. فوالا انا لو طون لي الشربه هذه كي تتقلى وديك المره راح نديرها طيب راح نماريني الصدر تاع الدجاج دونك نشلو ونقطعو قطع كبيره مع الماريني دونك يكون كيفاش راح نماريني. لو بعد ما شلت الصدر تاع الدجاج تاعي ندير له الخل باش تروح من روح الشياط هذيك، انا مانيش هاد الشياط تاع الدجاج. نشد الخل تاعي ونعاود نحي منو هذاك الخل. انا هاد الشحومي نحيهم ونعيفهم سوا نحيهم دايما نغليهم مبغيش داك الشحم هاكا. مورسو ما يكون صغار ما يكون كبار نورمال معين باش نديروهم لي بواشات من بعد. واش نحتاج في المعمل تاعنا؟ سكنجبير، كركم، فلفل اسود، ثوم مرحي، توابل دجاج، ليزر دو فرونس، وموطات وقارص وياغورت ناتشو. ياغورت ناتشو مازال ما جابوليش، تما حندير هادو ما بيكون لي ديبولي ياغورت ناتشو وشويه زيت من المساء والملح بيان سور. بصل ثاني راح ندير البصل هذا مرحي حليب. حليب باش يطلع الحليب.
طلع الخميره. بعد ما خمرت طلعت شويه دايره دوك النباب، ندير هذه الحبه تاع البيض. ونبدا ندير الشاي تاعي. ندير المغرف لاليفيغ، المغرف لاليفيغ. دروك تحت لي يدك باش تلمي عجينتك. درت زوج مطارق في كل واحدة باش تشد لكم سينو طيح. دروك نبدا بالفول. دوكا نوجدو لها لاصوص تاعها. كما درنا التوم غادي نزيدو الكبدة. Thank you.
انا دوك شويه انا ملي فريتها في الكوزينه ماشي فريتها فريمون فريت شويه منها دونك جيت صليت العصر برك ونعاود نروح نكمل نغلي البطاطا ونشوي هذاك اللحم ونحط الطابله ونغسل الماني نغسلهم ونستفني نستفو الى اخره نكمل كاع واش عندي اي فوالا هذه هي نحن نقص عليك نباهم بالحق إن